خذ هذول هناك. انتوا اول مره معاي مش هيك؟ هذا كذا اول مره. هذا مظبوط دكتور. اليوم انا راح اعطيكم المحاضره اللي هي اللي بعطيها لمعظم الشباب اللي هي الكومبليكيشن اوف جول بلادر ستون. ماشي. قبل ما نتحدث عن الكومبليكيشن اوف جول بلادر ستون بدنا نعرف شويه اناتومي وفسيولوجي. طلع الصوره، الصوره اللي على اليمين صوره الكرتون. This is the left loop of the liver وهاي the right loop of the liver. وداخل الليفر في عنا multiple intrahepatic canaliculi. هاي الانتراهيباتيك canaliculi على left side تعمل لنا left hepatic duct. شايفين المؤشر؟ شايفين دكتور. واو. واللي على right side بيعمل لنا the right hepatic duct. الليفت هيباتيك داكت مع الرايت هيباتيك داكت بتعمل لنا ذا كومن هيباتيك داكت. الكومن هيباتيك داكت مع السيستيك داكت بتعمل لنا الكومن بايل داكت. طلع عليها الكومن بايل داكت. اذا شو هي الكومن بايل داكت؟ هي عباره عن تيوب او كنل او بايب كونكت ذا لارجست انترا ابدومينال اورجان اللي هو الليفر مع مين؟ مع السمول انتستين. اي جزء من السمول انتستين؟ الديودينم. اي جزء من الديودينم؟ السكند بارت اوف ديودينم. وين في السكند بارت؟ بوستيريو ميديال. اذا الكومن بايل داكت قطرها بين 4 الى 8 ملم، بين 4 الى 8 ملم، يعني قطرها حوالي 6 7 5 ملم. وكل ما كبر الإنسان في العمر، كل ما كبر الإنسان في العمر بصير قطر الكومن بايل داكت أكثر، ممكن يوصل لحوالي سنتيمتر أو 10 مليمتر. الكومن بايل داكت قلنا في نهايتها، طلعوا نهايتها كونكت مع البنكرياتيك داكت. شايفينها كونكت مع البنكرياتيك داكت، تعمل لنا كومن شانل وبتفتح بالأمبولا أوف فاتر بالسكند بار ديودينم بوستيريو ميديال. شو وظيفة الكومن بايل داكت؟ قلنا هي بتربط the largest intra-abdominal organ مع small intestine. شو وظيفتها؟ transportation. transportation لإيش؟ للليفر secretion. الليفر تعمل synthesis لبايل بير داي بين حوالي 500 إلى 1000 سي سي، يعني من نص لتر إلى لتر، من نص لتر إلى لتر، من نص لتر إلى لتر في اليوم، يعني بين 700-800 سي سي. جزء من هذا البايل اللي هو حوالي لتر بدخل على الكومن بايل داكت خلال السيستيك داكت، آسف على على الجول بلادر خلال السيستيك داكت. الجول بلادر طلع عليها شكلها زي الانجاصة، سعتها بين 30 إلى 50 سي سي. شو يعني هذا الحديث؟ يعني إذا قلنا سعتها بين 30 إلى 50، فأنا إذا سألتك سؤال شو وظيفة الكومن الجول بلادر؟ قل لي concentration and storage of bile. إذا وظيفة الجول بلادر concentration and storage of the bile. إذا كانت وظيفة البايل concentration and storage of bile وسعتها من 30 إلى 50 سي سي، we conclude what? If we remove the جول بلادر ما راح يكون له تأثير كبير على حياتنا، لأنه بس سعتها 50 سي سي، بينما النورمال برودكشن اوف بايل حوالي لتر، يعني تقريبا بيظلوا نازل على السمول انتسن حوالي لتر. نرجع مرة ثانية، قطر الكومن بايل داكت من 4 إلى 8 مليمتر. لما يصل لما يجوينينج الكومن بايل داكت مع البنكرياتيك داكت بصير في نهايتها تيبرينج، وبتكون قطرها أقل من 1 إلى 2 مليمتر بالأمبولة أوف فاتر، يعني هون حوالي 6، هون يمكن بتوصل إلى 1 مليمتر. هلأ بفرجيكم إياه شو وظيفة البايل. وظيفة البايل، واحد بيساعدنا على عملية الدايجيشن أوف فات. اثنين، البايل من مكوناته في عنا البايل سولتس، والبايل سولتس مهم لعملية الابسوربشن اوف فات سوليبل فيتامين، خاصة فيتامين كي.
والفيتامين كي لما يصير له أبسورشن بواسطة أو بمساعدة البايلد سولتس بيساعدنا على على السينثسيس أو the production of coagulation factor 10 و9 و7 و2 1972 الطلاب بيحفظوهم سينثسيس للكوئجليشن فاكتور هاي في الليفر. إذا مهم جدا إنه بدنا بايل اللي فيه بايل سولتس حتى يصير أبسوربشن للفيتامين كي, والفيتامين كي اللي هو بيساعدنا بعملية الأبسوربشن سينثسيس للكوئجليشن فاكتور 10 و9 و7 و2. حمزة شطناوي. نعم دكتور موجود. اقرأ يا حمزة شو مكتوب. The gallbladder assembly 4-inch sac with the muscular wall that is located under the liver with the sole purpose of storing the secreted hepatic bile with the capacity of 30 to 50 milli. حمزة كثير من الطلاب لما يجونا ونسألهم سؤال إنه شو وظيفة المرارة, شو وظيفة المرارة, قسم منهم بيعتقد إنه المرارة بتعمل سينثسيز للبايل, بس البايل قلنا منين بصير له سينثسيز؟ من الليفر. وشو وظيفة الجول بلادر؟ بتخزن وكونسنتريشن ستورج اند كونسنتريشن اوف بايل. ستورج اند كونسنتريشن اوف ذا بايل. كمل السلايد اللي بعده يلا. The gallbladder serves as a reservoir until bile is needed in the small intestine to digest fat. This need is signaled by a hormone called cholecystokinin, which is released when highly fatty food enter the small intestine. طيب حمزة. دكتور. أنت لما طلع على الصورة, إذا هاي الجول بلادر سعتها من 30 إلى 50 ميل, وظيفتها concentration and storage of bile. في هرمون يا حمزة بنفرز من الجلانز اللي موجودة في الميوكوزا تاعت الديودينم اسمه كوليسيستوكاينين. فلما أنت تأكل طعام فيه فات, هذا الهرمون اللي اسمه كوليسيستوكاينين بنفرز وبيجي بيعمل contraction للجول بلادر to empty or to excrete اللي بايل فيها حتى يساعد بعملية الابسوربشن of ايش؟ الفات فود. الفات فود. إذن كوليسيستوكاينين شنو كيف تلفظها؟ كوليسيستوكاينين. يلا اقرأ يا حمزة كمل. Cholecystokinin causes the gallbladder to contract and deliver bile into the intestine. The force of the contraction propels the bile down to bile down the common bile duct and into the small intestine, where it emulsifies fat. Emulsifies fat. واضح يا حمزة؟ واضح دكتور. عمران. أدفتر. عمران اطلع على الصورة على اليمين اللي عليها المؤشر. شو هي اللي عليها المؤشر؟ هاي الليفت هيباتيك دكت. ليفت هيباتيك دكت. وهاي الرايت هيباتيك دكت. شو بكونن؟ الكومن هيباتيك دكت. جوينينج مين؟ السيستيك دكت. بيعمل لنا مين؟ كومن بايل دكت. واضح الأمور ها؟ يس. اقرأ لي هذا شو مكتوب؟ السكند باراجراف ولا فيرست باراجراف؟ اقرأ الأول يلا اقرأ. The liver continually secretes bile 500 milliliters to 1 liter daily and stores it into the gallbladder. إذا حمزي قديش لو واحد سألك قديش أنت بتفرز bile per day involuntary؟ نص لتر لون لتر حسب حجم الإنسان. شو وظيفة البايل كمل. When a fatty meal is ingested, bile is pushed into the intestine to perform a surfactant to emulsify dietary fat and forms a micellus with a product of lipid digestion, which in return increases surface area for the action of enzyme pancreatic lipase. شاهد. دكتور. شاهد. إيش هاي الصورة على الصورة؟ شو داخل الليفر هاي؟ شو اللي داخل الليفر هاي؟
هدول بايل دكت. joining duct مع duct, قناة مع قناة, مسورة مع مسورة. joining the main pancreatic duct, شافيتها وفاير سونج. دكتور. وبتفتح لنا وين بيفتح لنا؟ بالدودينام. بيا جزء من الدودينام. صار لي ساعة بقول لك بالسكند بارت اوف ديودينام بوستيريو ميديال. اوكي سكند بارت اوف ديودينام. بيا جزء من الديودينام بالسكند بارت اوف ديودينام بوستيريو ميديال. ستيريو ميديال يعني مش لاترال, مش لاترال هيك عندك, مش لاترال ولا سوبيريور ولا انفيريور, بوستيريو ميديال. اوكي بوستيريو ميديال. تحب اسالك كيف قديش قطر الكومن بالدكت؟ ما بعرف. انت من اول المحاضرة موجود؟ موجودة؟ لا اول خمس دقائق كان معه مش راضي يدخل. حمزة قديش قطر الكومن بالدكت؟ حكينا دكتور من 8 الى من 5 الى 10, من 4 الى 8 مليمتر, وممكن يكبر لواحد سنتيمتر مع لما يكبر العمر مع العمر. وبنهايتها بصير شو فيها؟ طلع عليها شو بصير بيها؟ تيبرينج, يعني زي النروينج. فقطرها بالأمبولة بصل إلى واحد مليمتر. أوكي يا شباب. دكتور معك. معاي فهمانين ولا شو أساوي؟ معك دكتور واضح. طيب يا عليا تفضل. دكتور هاي صورة حقيقية. هاي ايش هاي على اليمين اللي عليها المؤشر؟ liver, left lobe of the liver. لا left lobe. ترى بس تكونوا هيك بروحنا. هاي left lobe هاي right lobe. دكتور انا بعتذر منك بس انا هلا فتت فما بعرف يعني انه شو عم بصير. ليش هلا فتي؟ ليش من اول ما فتي؟ مش عارفه كنت حاطه التليفون ان هولد هلا لفوتني يعني ما. طيب يلا يلا عبد الرحمن عودات. دكتور ايش هاي عبد الرحمن؟ left lobe of the liver. وهاي right lobe. وهاي اللي طالع من تحت جول بلادر. هاي صورة حقيقية ماشي تمام. طيب شو السلايد هذا يا عبد الرحمن؟ composition of the bile. مين اللي بنش بتكون البايل يا عبد الرحمن؟ water, bile salt, bilirubin, cholesterol, fatty acids, lactic acid, صوديوم, بوتاسيوم, كالسيوم, كلورايد, بايكربونات. أحسن عبد الرحمن. نعم. إذا واحد سألك إنه البايل هذا أسيدك ولا ألكالين شو جوابك؟ أسيدك أو ألكالين. ألكالين صح؟ ليش؟ عشان في بايكربونات تركيزها 28. هاي عبد الرحمن بايكربونات. ماشي عبد الرحمن؟ ماشي. واضح الأمور يا عبد الرحمن؟ واضح. طيب شو واحد من مكونات البايل شو قلنا؟ بايل سولت. شو وظيفة البايل سولت؟ سقرة. بايل plays an important part in the absorption of fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K. بيليروبين. شو وظيفة فيتامين K؟ فيتامين K and anticoagulation. بالكواجيليشن فاكتور له دور. طبعا البايل سولت بيساعدنا على الابسوربشن اوف فيتامين كي, وفيتامين كي ضروري لعمليه السينثيسيس اور برودكشن بعض الكواجيليشن فاكتور اللي هم 10 و9 و7 و2 في الليفر. عيد يا عبد الرحمن. فيتامين كي از امبورتنت فور سينثيسايز كواجيليشن فاكتور ان ذا ليفر 7 8 10 اللي هن 10 وايش 10 و7 و8. انا قلت لك هيك ليث. نعم دكتور 10 و9 7 و2. عيدهن مره ثانيه لعبد الرحمن. 10 9 و7 و2. شو قلت لك الطلاب بقولوا عنهن؟ 1972. طيب خلينا اقول لكم فرضا
انه في مريض هاي الكومن بايل داكت وعنده حصوة مسكر الكومن بايل داكت. مين اللي قال لي 1972؟ حنا حمزة. حمزة، فهاي لما تسكر الكومن بايل داكت معناته ما في عندنا بايل بينزل وين؟ بالسكند بارت بالدودين. فهذا إذا ما نزلش البايل معناته ما في بايل فود، هذا راح يؤدينا إلى إيش يا حمزة؟ الفاتي فود ما بنهضم، ما بصير شو ديجست. مظبوط، بس المهم راح يؤدينا إلى الإمبيرمنت أوف للبيتمينات الأكيد. راح يؤدينا إلى الإمبيرمنت أوف the absorption of vitamin K، وإذا صار عندنا إمبيرمنت للأبسوربشن أوف فيتامين K راح يؤدينا إلى الإمبيرمنت للسينثيسيس أوف كوريجليشن فاكتور. فهمانيني ولا لا؟ فهمانين دكتور. مين اللي حكى؟ برضو أنا حمزة. اقرأ حمزة شو قلت، يلا من الأول. قول من مكونات البايل شو؟ من البداية دكتور اللي صار يعني. نحكي على الفيتامين كي والهاي، قول من مكونات البايل. البايل سولز، البايل سولز ضروري لعملية الابسوربشن اوف وكمالكو فيتامين كي. ما ضعت بالسلايد، مش عارف تحكي لي اقرأ. بناش اسمع. هلا لما واحد يكون عنده كومن بايل داكت ستون صح؟ ايوه دكتور. في بايل بينزل على الانتستم؟ لا. شو بده يصير عندنا؟ شو تأثيره علينا؟ الفيتامين ك مش الفيتامين ك مش راح يعمل مش راح يصير له ابسوربشن، فالكواجوليشن فاكتور 1972 ما راح يتكونه. 2-1، أنا قلت 1 10 9 و 10 9 7 2 فما بصيرش بيهن سينثيسيس وين؟ بالليفر. وبعدين طيب إذا ما صارش بيهن سينثيسيس المريض بصير عنده بليدنج تندنسي. فهماني شو بدي أوصل لكم؟ نمرات. اتفضل دكتور. رام ولا نمرات؟ نمرات هون. اي نمرات. كنت تحكي عمران، انا اسف. احكي، عيد اللي حكيناه. فلذلك فالدرس اللي بدنا نتعلمه انه لما الواحد يكون عنده لونج ستاندينج اوبستراكتيف جونديس من خاف يصير عنده بليدنج تندنسي. ماشي ليث؟ نعم دكتور. اذا هلا لو واحد سالك انه البايل الكلاين ولا اسيدك شو بتجاوبه؟ الكلاين، لانه شو فيه؟ HCO3. طيب افرض انه واحد في عنده ليفر انجري او كومن بايل داكت انجري وبيخسر كل يوم بايل، يعني بيطلع بايل، سامعني؟ سامع دكتور. وفي عندنا فلود في المستشفى الكومبوزيشن تاعه فيه بايكربونيت عشان تعوضه. الرينجر لاكتيت او الهارتمان سوليوشن، سامع بيه؟ لا والله. اللي هو نفسه NaSCO3. رينجر لاكتيت اسمه او الهارتمان سوليوشن في اللاكتيت، واللاكتيت بتحول في الليفر تاعك الى ايش؟ ما عندي فكره دكتور. لبايكربونيت. تمام. فرح؟ نعم دكتور. واضحه الامور عليكي؟ واضحه تمام. طيب بدي اسالك، نورمالي كم حصوه موجود في المراره؟ نورمالي؟ ما في حصوة. ليش بتفكري قاعدة؟ إذا نورمالي ما عندنا حصاوي في المرارة صح؟ مزبوط. إذا بده يتكون عندنا حصاوي في المرارة كم حصوة بتعتقدي إنه المرارة ممكن يكون فيها؟
كتير يعني ممكن تتعبى. فدائما اذا واحد سالك السؤال بتقولي ذا نمبر فاريبل، ممكن أوكي. يكون وحده، ممكن اثنين، ممكن خمسه، ممكن عشره، ممكن خمسين، ممكن مئه. تمام. والكلر تاعهن كمان فاريبل، ممكن بيضة، ممكن صفرة، ممكن بنية، ممكن سوداء. اوكي. السايز تاعهن كمان فاريبل، والكومبوزيشن فاريبل. اذا بدها تتكون حصاوف المرارة بتقولي لي they are variable in size, shape, color and composition. يلا قولي لي. إذا بدها تتكون حصوة بالمرارة راح يكون في variable number و shape و composition و size و size. أوكي. طيب طلعين هون الصورة على اليمين، كم حصوة في المرارة؟ خمسة. خمسة أو multiple، منسميهن multiple. أوكي. أي واحد من الحصاوي هاي اللي بتعمل لك مشكلة؟ أصغر واحدة ممكن؟ لا، اللي بتعمل obstruction. أوكي. يعني هسا هاي زي البايبس، قنوات بتنقل الفلود اللي هو البايل، بنزل في الكومن بايل داكت، قسم منه بتدخل على الجول بلادر، قسم منه برد يطلع. فلما يصير عندنا obstruction بصير عندنا مشكلة. أما إذا الحصاوي موجودات داخل المرارة ما عملت obstruction، البايل بدخل وروح، فمنسميهن هذول silent gallbladder. شو منسميهن؟ silent gallbladder. silent gallbladder stones. معاي؟ silent. تمام. طيب شو في عنا أمراض ناتجة عن التسكير؟ يعني هاي قلنا عبارة زي قناة. مثلاً الأبندكس بتصير عنا appendicitis due to the obstruction of the lumen of the appendix by fecalith. Uretric colic due to the obstruction of the ureter by stone. إذا هون سكرت الحصوة cystic duct، ممكن تعمل لنا biliary colic أو تعمل لنا acute cholecystitis. فهماني علي؟ إذا أي حصوة ممكن تعمل لك مشكلة من هذولا؟ اللي رح تعمل obstruction. حسنتي، وضحت الأمور عندك؟ واضحة. تمام. مثلا لو أخذنا مثال ثاني مثل الديب فينوس ثرمبوسيس، ليش بصير الإنسان عنده ديب فينوس ثرمبوسيس؟ لأنه بي obstruct الفين. Due to the obstruction of the venous system by clot. مزبوط. واضحة الأمور عندنا؟ واضحة. واضحة الأمور. طيب اعملي لي شوية أناتومي، شو هي هاي اللي عليها المؤشر؟ هاي اللفت اللفت لفت لوب اوف ذا ليفر. لفت لوب اوف ذا ليفر. وهاي الرايت لوب اوف ذا ليفر. هاي اللفت هيباتيك داكت. هاي والرايت هيباتيك داكت والكومن هيباتيك داكت. بعدين هاي البايل داكت. كومن هاي سيستيك داكت. السيستيك داكت بعدين الكومن بايل داكت. والكومن بايل داكت بنهايتها جوينينج مين؟ البانكرياتيك داكت. بيعمل ان كومن شانل، وين بيفتحن؟ بالسكند بارت اوف ذا دودن. ات ذا ليفل اوف ذا سكند بارت بوستيريو ميديان. بوستيريو ميديان. اوكي. قديش قطر الكومن بايل داكت؟ 8 4 على 8 ملم، 6 7 5 ملم. اوكي، 4 على 8. تمام، اتفقنا. اتفقنا. والكومن بال دك طلع عليه هون، وين بتمر؟ بتمر تحت الفيرست بارت اوف ديودينم. طلع عليها تحت الفيرست بارت ديودينم، هذا الجزء منها بنسميه ريترو ديودينال بارت اوف دي كومن بال دك. بتمر تحت الفيرست بارت، بتمر وبتفتح بالسكند بارت. أوكي. فاطمة. نعم دكتور. فاطمة، شو ليش الإنسان بكون حصاوي؟ شو في عندك ريسك فاكتر إنه تأثير الإنسان عنده حصاوي يا فاطمة؟ الأوبيسيتي. ارفعي صوتك وخلينا نسمعك. الأوبيسيتي إنه تكون في ميل، إنه يكون المرض بالفيرست ديجري ريليتيفز.
يكون كبير بالعمر أو يكون يعني set بال child bearing age أو high fat diet، وأحيانا بيكون مع rapid weight loss أو oral contraception. كمان drug مثل ceftriaxone, postmenopausal estrogens and ileal disease like resection or bypass, biliary stasis or infection, hemolytic disease. إذا واضح الأمور إنه مين الناس اللي بصير عندهم حصاوي اللي بيكون عندهم risk factors مثل هذول اللي كاتب لكم إياهم. طب كيف الريسك فاكتور يا فارس؟ كيف الريسك فاكتورز هذول؟ كيف شو الميكانيزم اللي من خلالها بتتكون الحصاوي؟ بصير تجمع للبايل داكت مثلا مع زيادة التركيز تبعهم بصير حصاوي. هيو باي ثري ميكانيزم، واحد منهم شو؟ لثرجيك باي ليثوجينيك، ليثوجينيك ليثو يعني حصوة، ليثوجينيك بايل، ليثوجينيك بايل اللي بيعمل لنا ليثوجينيك بايل انه بخلي البايل مور كونسنتريتد اذا كان عنده هاي كوليسترول، فهماني؟ او انه او هاي ريسك فاكتور بتعمل لنا نواة لتوليد الحصوة نيوكليشن، او بواسطة ايش؟ Stasis or hypomotility of the gallbladder. Stasis or hypomotility of gallbladder. إذا واضح الأمور؟ ليث؟ نعم دكتور. واضح الأمور؟ واضح إن شاء الله. نكمل؟ كمل. إذا ليث كم حصوة ممكن تتكون في المرارة؟ العدد variable. والحجمها فاريبل برضه. والكلر فاريبل. والكومبوزيشن فاريبل كمان. according to the composition كم نوع حصاوي عندنا؟ ثلاث. شو هن؟ الكيفين، كوليسترول ستون، كوليسترول ستونز او بيجمنت ستونز. والبيجمنت ستونز كم نوع؟ two types. شو هن؟ black pigment stones أو brown stones. إذا لما واحد يسألك سؤال شو أنواع الجول بلادر ستون according to the composition، فبتقول إما كوليسترول ستون أو بيجمنت ستون، والبيجمنت ستون إما black أو brown. في بعض الكتب بحطوا كمان ميكست ستون. ماشي؟ ماشي دكتور. عيد لي شو حكيت. عندنا كوليسترول ستون وبيجمنت ستون، بلاك وبراون ستونز، وفي بعض الكتب حكيت بحطوا ميكست ستونز. طيب شو الكوليسترول ستون؟ اقرانا. Composed mainly of cholesterol, أكثر من 50% of stone composition, and comprises multiple layers of cholesterol and mucin glycoproteins. Pure cholesterol stones are not common. They comprise less than 10% of all stones. Most other cholesterol stones contain variable amounts of bile pigments and calcium. If excessive cholesterol or insufficient bile acids are secreted, bile becomes supersaturated with cholesterol, which then precipitates out as cholesterol crystals and stones. طيب اذا هاي شو نوع، شو الكلر تاعها؟ بلاك. بلاك ستون اللي هي نوع من انواع شو؟ البيجمنت ستونز. اللي هاي البلاك ستون وين بنشوفها، باي ديزيز؟ هاي المؤشر كالسيوم بيليروبينيت. هاي مكونات كالسيوم بالروبينات، مكوناتها secondary to hemolytic disorder such as sickle cell disease, spherocytosis and cirrhosis. yes واضحة. طيب هون كم حصوة هذول؟
عدد كبير يعني ما... لا مش عاكس بعد يسميهم unenumerable شو منسميهم unenumerable واضح الأمور yes أرجوان أيوة دكتور دكتور أسف على المقاطعة بس كمان 7 دقائق الميتنج راح يسكر بس رد افتح نفس اللينك تمام حاضر ولا يهمك طيب قريلي شو اسمك انت أرجوان ها أه؟ أرجوان طيب كم حصوة هون ملتبل مين بيجاوبها أحسن variable قلت لنا يعني هن variable in shape وsize بس هون لما تكون شوفين هيك بنسميهن unenumerable ماشي هون شو بنطلق عليهن مالتيبل إذن هون شو مالهن unenumerable والكلر تاعهن يلو variable برضو كنا الكلر هسع ما هي variable in color هاي كلر مختلف وهاي كلر مختلف بس هيني فرجيتك الحصاوي شو صار كلرين هذول براون هذا لا هذا كوليسترول كوليسترول لايت يلو يعني عرفتي فهمانة فهم طيب هن variable يعني مش لون واحد بس لما فرجيك اللون بدك تقولي شو اللون ماشي فترة تسأل إنه بشكل عام هون بلاك لا جرينش بلاكش إن كلر كم ستون عنا 2 وهون قلت لي مالتبل مالتبل وفاريبل سيبس في إشي بلاك وفي إشي جرينش إن كلر أوكي ماشي واضح الأمور واضح هون طيب شو رايك بهاي كوليسترول برضو يلو أنا اليوم most likely cholesterol stone وهاي هاي pigment stone unenumerable gold bladder stone greenish أو blackish in color which is a pigment stone واضحة واضحة طيب عبد الرحمن نعم دكتور زمان أنا لما كان واحد يسألني ما كنت أعرف وأنا مجيلك إنه كم حصوة بفكر في حصوة أو ثنتين أو خمسة أو ثلاثة أو عشرة فهماني؟ تمام فهلأ أنت بلشت تتخيل إنه المرارة ممكن يكون فيها أكثر من حصوة صح؟ صح وأكثر من كلام صح برضو وأكثر من لون تمام وقلنا أي حصوة اللي ممكن تعمل لك مشكلة؟ اللي بتعمل obstruction أحسنت اللي بتعمل لنا obstruction شايفة إذن الحصوة اللي بتعمل هذول بيعمل مشكلة لا هذول لا طيب طلع علي هاي الحصوة إجت عملت obstruction لمين للcystic duct للcystic duct لما تعمل obstruction للcystic duct شو بده يصير بالحصوة هاي لما عملت obstruction بعدين شو بده يصير بالحصوة إما بترجع على مكانها تمام بنسميها backward or dislodgement أو بتنزل على common bile duct بنسميها passage أو بتبقى مكانها بنسميها impaction تمام كل حركة بتعملها الحصوة بتعمل لنا complication معاي؟ معاك دكتور سماح نعم دكتور فهمت شو حكيت؟ ايه طيب خليكي معاي اذا الحصوه اما بتسكر مين اما اقري السلايد هاي اقري silent gallstones that causes no gallstone related symptoms or complications and are diagnosed during routine ultrasound for other abdominal conditions are called asymptomatic gallstones and they are 80% of gallstones obstruction of the cystic duct movement of a stone into the common bile duct, ulceration of a stone through gallbladder wall. إذن ممكن الحصوة يكون داخل الجولبلادر ومو عاملت لنا obstruction شو سميناهن هذول؟ Silent. Silent. Silent.
أول حسوة تيجي شو تساوي؟ Obstruction. طيب كملي لمين؟ للكومن بايل دكت. هاي الكومن بايل دكت عليها المؤشر؟ لا. سيستيك دكت. سيستيك دكت. بعدين إما شو قلنا إذا عملت Obstruction إما؟ تعمل باسج. باسج على الكومن بايل دكت أو شو بتساوي؟ ترجع. ترجع بنسميها باكورد اور ديسلوجمنت او تبقى مكانها بنسميها امباكشن. محمد محمد اي اتش تفضل دكتور. محمد شو شايف انت بالصوره؟ انا شايف ال جالستون عامل كومباكشن لل كومن بايل دكت. عفية عليك. اذا شايف ستون عامل ايش؟ امباكشن للكومن بايل دكت او اوبستراكشن يعني الكومن بايل دكت. ما تقول امباكشن اوبستراكشن. اوبستراكشن يس. طيب هاي الحصوه شو بنسميها؟ كومن بايل دكت ايش؟ ستون. واسم العلم الثاني كوليدوكوليثياسيس. اوكي قول شو اسمها هاي؟ كوليدوكوليثياسيس بالضبط او كومن بايل دكت ستون. وحصاوي الجول بلادر جول بلادر ستون او كوليثياسيس؟ عيدهم. جول كولي كوليثياسيس او جول بلادر ستونز او كوليدو كوليثايسيس العامل obstruction للكومن بايل دكت او احنا بنسميها كومن بايل دكت ستون او كوليدو كوليثايسيس. اوكي هاي الحصوه اللي شايفها بالكومن بايل دكت منين اجت يا محمد؟ هاي اجت من الجول بلادر. اما في بنسميها اما برايمري او سكندري. برايمري انها بتنشا في الجول بلادر او سكندري جاي من الجول بلادر من فوق على السيستيك دكت دخلت. واذا واحد سالك مين اكثر برايمري كومن بايل دكت ستون ولا سكندري كومن بايل دكت ستون شو جوابك؟ سكندري ممكن. سكندري. سكندري اكثر. ماشي. طيب هسا فرح. نعم دكتور. إذا سألتك شو أنواع الكومن بايل دكت ستون شو بتجاوبيني؟ برايمري وسكندري. برايمري شو يعني؟ يعني نشأت في ال... لا صراحة مش عارف مش متأكدة. أوكي نشأت في ال... مرحبا. اهلا دكتور. واضحه الامور هلا؟ اذا شو انواع الكومن بايل دكت ستون؟ برايمري وسكندري. شو معنى برايمري؟ احسنت دكتور. انت مش عامل شير سكرين. مش عامل ليش؟ مش واضحه الصوره؟ فصل وهو ما في سلايدر. وهو فصل الزوم ورد رجع. ما في سلايدات يعني بس شايفين الكاميرا. طب استنى شوي استنى شوي. طب خليني اطلب مساعده. طب ليش هاي قدامي واضحه انتما؟ طب وين الشير سكرين؟ ليش مش طالع عندي؟ خايف انك انت مش عاملي على صفحة الزوم نفسها دكتور. وين مكتوب؟ ما في وين سلايد شو؟ شير كونتنت.
مش مبينة بالمرة. دكتور اضغط Alt to S. ها ايش اضغط؟ Alt to S. طيب دقي شوي. هلا؟ لا. هلا؟ لا ما في شيء. طيب هسا بطلب مساعدة. طيب إذا الكومن باي دكت ستون كم نوع؟ شير معاي هنا اللي ساعدني. طيب مين إذا الكومن اللي هو إيش؟ برايمري. الكومن السكندري اللي جاي من الجول بلادر. البرايمري بتنشأ فيها بس هي مينلي الجول بلادر بيجي من الحصوة بتيجي من الجول بلادر صح؟ مظبوط دكتور. طب إذا سكرت الحصوة هاي الكومن بالدك شو ممكن يصير عند المريض؟ ما فيش السلايدات مش واضحة. كلي دوليثيا أساس. مش شايفينه. بقول شير اعمل لهم شير. وضحت هلا؟ وضحت. واضحة هلا ها؟ انا عمل سكرين. طيب اذا هذا المريض حمزة. نعم دكتور. هذا المريض اللي عنده كومن بالدكت ستون من ايش بيجي يشكي؟ من بين. من بين زائد حمزة. دكتور شو وظيفة الكومن بالدكت قلت لك؟ كان الفاتي فود وحكينا ممكن يصير عنده بليدنج تندنسي. صلي على النبي يا حمزة. وظيفة الكومن بالدكت قلت لك ترانسبورتيشن، تنقل البايل من الليفر على الانتستين. شو وظيفة الكومن بايل داكت؟ تنقل البايل من الليفر للانتستين. وإذا سكرت الحصوة في بايل بنزل؟ لا ما في. لا تخلط ما بين وظيفة البايل وين وظيفة الكومن بايل داكت. عيد علي. الكومن بايل داكت وظيفتها تنقل البايل من الليفر للانتستين أو من البلدر للانتستين. فلما أنا أسألك إذا واحد ما عنده بايل بتقول لي إنه بصير عنده impairment للdigestion للفات، impairment للabsorption of vitamin K، فهماني؟ تمام. أما إذا في حصوة مسكر الكومن بايل داكت معناته البايل ماله؟ ما بس obstruction ما بصل. معناته المريض بيجي بشكيك من إيش؟ عمران. يزن بيجي بشكي من obstructive jaundice. jaundice البايل ما بنزل وانت بتفرزه involuntary بصير يرجع عليك. فهمانيني ولا لا؟ فهمين. ها سماح. نعم دكتور. هلا اذا سكرت الحصوة الكومن بايل داكت المريض بيش من ايش بيجي يشكي؟ obstructive jaundice. لأنه البايل ماله يا سماح ما بينزل. بس واضحة صح ولا مو صح يا شباب؟ أرجع أكمل. فارس معك دكتور. طيب إذا الحصوة سكرت الكومن بايل داكت معناته البايل اللي حوالي لتر في اليوم ببطل ينزل، برجع عليك بصير تشكي من إيش أنت؟ بين and jaundice. عشان تدرب حالك أحسن. أنا كنت مثلك دربت حالي. فاطمة. نعم. أنت وظيفتك كدكتورة إنه to relieve إيش؟ بين and to relieve the obstruction. شو وظيفتك كدكتورة؟ relieve pain and obstruction. خاص مين للأوبستركشن يعني هو اللي بزيح لك البين. إذا هذا المريض ما فتحنا الطريق وصار عنده أوبستركتيف جوندس سامعة؟ أي. بتيجي بكتيريا بتعمل التهاب في القنوات المرارية فوقية منسميها أكيوت كولونجايتس.
شو منسمي التهاب القنوات المرارية؟ acute cholangitis. سماح. نعم دكتور. شايف الكومن بايل دكت ستون؟ ايه. اللي اسمه الثاني كولودوكوليثياسيس؟ ايه. منين الحصوة هاي مين اللي جاية؟ من السيستيك دكت. من الجول بلدر. من الجول بلدر. من الجول بلدر. إذا سكرت مجرى البايل شو بصير المريض عنده؟ أكيد كولنجايتس. أول شو بصركت بجوندس يا بنتي؟ شو أول شو بصير عنده أبستركتب جوندس؟ إذا وظيفتك أنت شو تساوي؟ ريليف البين والأبستركشن. ريليف الأبستركشن صح؟ وإذا إحنا ما شلنا الأبستركشن شو ممكن يصير المريض؟ غير الجوندس. ها؟ غير الجوندس. آه. كولنجايتس. آه كولنجايتس. تيجي تيجي البكتيريا إذا ما شلناش الأبستركشن وبتعمل التهاب بالقنوات المرارية بنسميها أكيوت كولنجايتس. فهماني علي؟ اي فهمة. فرح. نعم دكتور. كم complication of gallstone صرت حاكي لك اليوم؟ أربعة. ثنتين. منين جبت الأربعة؟ ما هو مع البليدينج والبين. مين قال بليدينج وبين؟ بليدينج symptoms والبين symptoms. أوكي تمام. شو أوكي تمام؟ ما افتهمت شو الأوكي. خلص إنهم symptoms. طيب كم complication صرت حاكي لك اليوم؟ تنتين. واحدة شو هي؟ واحدة هي ال obstructive لا واحدة هي ال obstructive jaundice. obstructive jaundice والثانية ناتجة. هي acute ناتجة عن obstruction بال common bile duct جاي من ال gallbladder. bile stone coming from the gallbladder. وظيفتك to relieve إيش؟ pain. والobstructive jaundice. والobstruction تشيل الحصوة. والobstruction. إذا ما شلناها super added by infection شو بصير عنا؟ acute cholangitis. طيب عليا. نعم دكتور. كم complication صرت حكي لك اليوم؟ اثنين دكتور. شو هن؟ obstruction jaundice. قولي obstructive jaundice and acute cholangitis. يا أو الثاني اللي هي الأكيوت كولنجايتس إنه البكتيريا بتجي إذا ما نحن شلناها. ما شلنا الأوبستركشن دائما وظيفتنا كأطباء to recognize the obstruction or to recognize when المشكلة and to relieve the obstruction as soon as possible. طيب تعالي هون عليا. تعال دكتور معك. طلعي على الصورة هاي. كم حصوا عنا في المرارة؟ I can't count them دكتور بس يعني فينا نحكي أنا new multiple. لا multiple إحنا بنحكي عن numerable لما يكونوا مثل هيك. أوكي. لما يكونوا مثل هيك multiple. واحد شو مسكي هون؟ الدكت دكتور. سيستك دكت. سيستك دكت. مرة حكيت سيستك دكت والله حرام. اوكي بس سيستك دكت. طيب يلا حاضر. يعني واحدة منهم شو مسكرة؟ سيستك دكت. واحدة مين مسكرة؟ الكومن بايل دكت. واحدة مين شو مسكرة؟ البايلوريك الكومن شانل ما بين الكومن والبنكرياتيك دكت. تمام كويس؟ طيب هاي الحصوة شايفيتها؟ لما تسكر السيستك دكت منيش بيجي يشكي المريض؟ obstructive jaundice. طيب خليك معاي. شو داخل السيستك دكت بمجرى البايل؟ مو هاي مجرى البايل نازل. سوري دكتور. يعني هسا الحصوة مسكرة هنا السيستك هون هون والبايل ما لها طريق البايل. هي مسكرة بس يعني احنا بنحكي عن اللي فوق يعني. اذا لما يجي المريض يصير عنده obstruction منيش بيجي بشكي هون بالسيستك داكت؟
من بين. الو عمران. سوري دكتور بس المايك سكر لحاله. اطفح. حاضر عمران. تفضل دكتور. اذا الحصوه شو مسكره هون؟ السيستيك داكت. ولما تسكر السيستيك داكت منيش بيجي يشكي المريض؟ من بين. من بين. هذا الالم بنسميه انترميتنت اور ابيسوديك بين، موجود في الرايت هايبوكوندريوم او بالإبيجاستريك ريجن. كل اتاك بتظل عندنا لعشرة 15 دقيقة بخف الألم، بعدين انذر اتاك بخف الألم، بعدين بروح الألم كامل. هذا الباترن اوف بين بنسميه بيلياري كوليك. شو بنسميه؟ بيلياري كوليك. اذا البيلياري كوليك، شو هو البيلياري كوليك؟ اقرا. عبارة عن إبيسوديك بين ان ذا رايت هايبوكوندريوم ريجن او إبيجاستريك ريجن. بس طور روحك علي. إذا البيلياري كوليك ناتج عن obstruction of إيش؟ cystic duct. by stone. okay yes. لما تسكر الحصوة هاي cystic duct بيجي المريض يشكي من؟ بيلياري كوليك. بيلياري كوليك اللي هو intermittent or episodic pain. معاي؟ yes. ليش ألم المرارة موجود في الرايت هايبوكوندريوم؟ لانه المرارة موجود في الرايت هايبوكوندريوم، لانه because it is the anatomical position of the gallbladder. يس. وليش بالإبيجاستريك ريجن؟ لان المرارة forgot in origin. اوكي. اذا سالك واحد سؤال، وين اكثر الواحد بيستشعر الم المرارة، في الرايت هايبوكوندريوم ولا بالإبيجاستريك؟ شو جوابك؟ بصراحة ما بعرف، بس I would go with right hypochondria. بالإبيجاستريك ريجن. اوكي. بصير راديشن كأنه للرايت من الإبيجاستريك، صح دكتور؟ لا لا، بصير راديشن للرايت شولدر. باك. اسمعني. أيوه. إذا ألم المرارة أكثر في الإبيجاستريك ريجن منه بالرايت هايبوكوندريوم. فإذا كنت بالامتحان وسألوك ليش ألم المرارة في الإبيجاستريك ريجن، شو جوابك بده يكون؟ لأنه الأوريجين أوف ذا أوف ذا، لأنه فورغت إن أوريجين. أنت شو أنتم؟ من مش فاهمان عليك، ودرست كثير طلاب من هين حكيتها؟ أعيدها ولا خلاص؟ خلاص تمام دكتور. يلا قول شو قلت. وليش دكتور حكيت لنا عن البيلاري كوليك، شو السبب تبعها؟ أنه عبارة عن ستون عملت أوبستركشن بالسيستيك داكت، صار في عندنا epigastric pain or right hypochondriac pain. Epigastric pain is more common because it's forgot in region. Forgot in origin. In origin. Okay. ماشي؟ Yes. واضح الأمور؟ Yes. شو وظيفتك أنت يا حمزة؟ To recognize the obstruction اللي هو هذا وتعالج المريضة. سامعني؟ نعم دكتور. إذا ما عالج للمريضة وظلت الحصوة موجودة، إذا ظلت الحصوة موجودة اللي هي بنطلق عليها impaction، الصورة على اليسار، بصير super added by infection والتهاب المرارة نسميه acute cholecystitis. ماشي؟ تمام دكتور. إذا كم complication صرت حكي لك؟ acute cholecystitis واحد بيلياري كوليك واثنين cholecystitis، ثلاثة obstructive jaundice، وأربعة acute cholangitis. نمرات كم complication صرت حاكي لك؟ واحدة بصير عندنا شو؟ بيلياري كوليك، هاي أول كومبليكيشن إنه بيلياري كوليك هو بين. إذا إحنا ما شلنا الأوبستركشن
بصير عندنا سوبر ادد باي انفكشن وبتلتهب المراره، شو بنسميها؟ نكتر صوتك بقطع. واذا نزلت الحصوه على الكومن بال داكت شو بنسميها؟ شو بتعمل؟ اول مره اوبستركتيف جوندس، شو قصتكم؟ صح. شهد. اه دكتور، كم كومبليكيشن يا شهد انا صرت حاكي؟ 4. واحد الاوبستركتيف جوندس. بلشي من هون. طيب بلش من بيليري كوليك. بيليري كوليك. بعدين اكيوت كوليسيستايتس. او ايوه. وفي الاوبستركتيف جوندس. ايوه. اللي راح يسبب اكيوت كولنجايتس. اذا ما شلتي، اذا ما شلت الاوبستركشن اعصاب. نادي علاء يشوفها. نادي علاء يا شهد. اذا البيليري كوليك شو هو يا شهد؟ هو obstruction بالcystic duct. ناتج pain obstruction بالcystic duct، بصير المريض عنده episodic pain in right hypocrisium أو epigastric region. صح؟ صح. فإحنا لما تجيك مريضة على الطوارئ عندها female عمرها 40 أو 50 متزوجة، كانت تأخذ contraceptive pill وملتبارة ماشي؟ وهذا انت شخصتيها عندها ملتيبل جول بلادر ستون، واحد سكرت السيستيك داكت. اذا كان انترميتنت بين هاي البيليري كوليك. اما اذا اجتك عندها الم ماله احكي. سيفير كونستانت اند لوكالايزد رايت هايبوكوندريك بين اسوشييتد ويذ fever, toxemia, rigors, or leukocytosis. هاي acute cholecystitis. سامعة؟ سامعة. واضحة الأمور؟ واضحة. والobstructive jaundice ماله؟ اللي هو سببه إيش دكتور؟ ناتج عن ماذا؟ عن obstruction بالcommon bile duct اللي هي كوليدو لثياسيس. وظيفتك انت to recognize the obstruction and to relieve the obstruction. صح؟ صح. واذا ما صار شو بصير عندك؟ acute cholangitis. اذا التهاب القنوات المرارية شو اسمه؟ اللي هو acute cholangitis. والتهاب المرارة؟ acute cholecystitis. واضحة يا شباب عليكم؟ مين مش فهمان نعيد؟ واضحة؟ واضحة دكتور. طيب مين اللي قالت لي واضحة؟ أنا. مين أنت؟ فرح. فرح، إذا الحصوة سكرت هون طلع شو سكرت؟ وين هون؟ هون المحل ما بيلتقوا البنكرياتيك والكومن بايل. شو بتعمل لنا ديزيز هنا؟ راح يعملنا إنه البنكرياتيك إنزيم إنسفشنسي. لا غلط. شو بتعمل لنا؟ بعمل لنا اوكي جولدستون بانكرياتايتس. شايفه كيف يا فرح؟ لانها سكرت مجرى مين؟ البنكرياتيك دوت. اذا الحصوه هون مسكره بتعمل لنا بليري بانكرياتايتس. اذا الحصوه مسكره اعلى يا فرح هون شو بتعمل؟ عملنا اكيوت كولنجايتس. اوبستركتيف جوندس، حرام عليكم، حرام. اوبستركتيف جوندس اذا ضلت بتعمل اكيوت كولنجايتس. وهاي الحصوه اللي سكرت السيستيك داكت شو ممكن تعمل لك؟ هاي راح تعمل لنا بيليري كوليك، اذا ضلتها مع انفكشن تعمل لنا اكيوت كوليسيستايتس. طيب هاي شافي، اذا هاي فيميل شو عندها ريسك فاكتور تصير عندها جولستون؟ الجندر.
انا فيميل. احكي يا فرح. اوكي الجندر وممكن الشايلد بيرنج ايج وممكن كونتراسبتيف بيل وممكن ملتي بارم خلفي عنده اولاد وعمرها 40 50 ولانها فير ان كلام. اوكي تمام. واضحه الامور يا شباب؟ واضحه الامور؟ واضحه. رزان، رزان مرحبا. دكتور ليش هلا اجيتي يا رزان؟ وين كنت مسافره؟ لا راحت علي نوم دكتور. فكرك مسافره. ومين هذا اللي كاتب اسمه M8YXTG5؟ شو هذا؟ دكتور انا محمد، محمد اي اتش، بس شبكت من محمد. محمد محمد اي اتش يس. محمد محمد انت زلمه يعني طبيب بدك تصير زميلنا وتسجل بالنقابه، شو الارقام اللي حاطه؟ صيني هاي ولا شو هاي؟ لا 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 شبكت من اللابتوب دكتور لانه بدك تغيرها دكتور. مش هيك محمد؟ ابشر دكتور ابشر. مش انت ابشر لك وانت طبيب وزميلنا ونقابه وهاي فهماني؟ طيب ليش اجيت هسه يا محمد انت؟ لا انا كنت داخل قبل شوي من تليفوني، كنت محمد اي اتش سالتني قبل. طيب يلا اذا محمد كم كومبليكيشن انا صرت حكي لك على الجولستون؟ حكيت لنا اربعه دكتور. خمسه الجولستون بانكريتيتس يس. عدد لي اياهن. اذا الحصوه سكرت شو؟ اذا سكرت السيستيك دكت تعمل رايت هايبوكوندرياك بين. شو اسمه المرض هذا؟ acute cholecystitis biliary colic or biliary colic yes biliary colic و right upper quadrant pain. شوي شوي محمد 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 اذا اسالني السؤال يا محمد اسالني السؤال. اذا عملت قول لي شو كم complication صرت حاكي؟ خمسه دكتور. خمسه. واحد منهم اذا الحصوه سكرت البيليري كوليك تعمل لنا وجع ونوع صحيح. الوجع intermittent or episodic pain بنسميه biliary colic. صحيح. إذا هاي المريضة ما عالجناها ممكن إنها تبقى الحصوة مكانها وسوبر added by infection وتعمل لنا التهاب بالمرارة بنسميه acute cholecystitis. معك دكتور. وإذا نزلت الحصوة على الكومن بايل داكت وسكرت مجرى البايل تعمل كريدوكوليثايسس فبتعمل لنا مرض شو اسمه؟ obstructive jaundice. وإذا إحنا لازم نشيله هذا الأوبستركشن إذا ما شلناه والتهبت القنوات المرارية شو منسميه؟ أكيوت كولنجيتس. وإذا نزلت الحصوة سكرت الكومن شانل بين الكومن بايل داكت والبنكرياتيك داكت شو بتعمل لنا؟ جالستون بنكرياتيتس. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله اللهم لك الحمد. واضحة الأمور؟ واضحة. أرجوان 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 دكتور أرجوان عندها مشاكل بالفوت على الروم هنا عم بساعدها الهوست. طيب عبد الرحمن. نعم دكتور. إحنا حتى نشخص ديزيز يا عبد الرحمن معاي؟ معك معك. بنعتمد على شغلتين رئيسيات، واحد كلينيكال ثانيا انفستيجيشن. تمام. الكلينيكال بنعتمد تحتيه خطين اللي بنعتمد على الهيستوري وفيزيكال اكزامينيشن، والانفستيجيشن بنعتمد على اللاب تيست وايمجينج ستدي. تمام. عيد شو حكيت لك. احنا اذا بدنا نشخص اي شيء بنعتمد على ايش اشربته يعني. اي مرض الكولنجيتس او جولستونز او اي مرض بنعمل انفستيجيشنز او كلينيكال اللي هي هيستوري تيكينج وفيزيكال اكزامينشن. انت كويس بس خربطتها، دائما تبلش من فوق وبتنزل. بقول بنعتمد كلينيكال وانفستيجيشن، والكلينيكال بناخذ جود هيستوري good physical examination، وبعدين بنروح على الانفستيجيشن بنعمل لاب تيست وبنعمل imaging study. لخصيهن يا فرح.
لما بدنا نشخص اي مرض نعتمد على clinical و investigation. ال clinical بيعتمد على good history و physical examination, وال investigation على lab tests وال imaging. كويس. فهلأ يا فرح انه هاي المريضة اجتك اغطي منها good history, شو قالت لك المريضة عندها؟ رح تقول لي عندها episodic pain يا بالright hypochondriac يا بالepigastric region اللي هو البيليري. طيب. مع sweating و nausea vomiting. طيب. طيب هاي المريضة معاي؟ معك يا دكتور. وظيفتي أنا وإنتي نسألها كمان عدة أسئلة. إنه عندها جوندس, شو بده يكون الجواب؟ إذا بالسيستيك دكت لا. خلاص. إذا ولما سألتيها عندك جوندس شو قالت لك؟ حكت لي لا. لا صح. معاي؟ ولما سألتيها عندك فيفر شو قالت لك؟ حكت لي لا برضو. لا مبلا مبلا في فيفر. داش بليري كوليك, بس مغص مراري, بس مغص. اوكي تمام. اوكي ماشي. سو بس بينما المريضه هاي, بينما المريضه هاي شو قالت لك عندها؟ حكت لي عندها سيفير وكونستنت لوكلايزد رايت هايبوكوندريك بين مع فيفر ورايجرز. طب طب روحك. ولما سالتيها عندك عندك ستون شو جوابها؟ عندك جوندس شو جوابها؟ حكت لي ايش ان عندك جوندس ولا لا. المريضة نفسها لا, اللي عندها بيليري كوليك لا. واللي عندها كيوت كوليسيستايتس لا برضو. لا برضو عافية عليكي. ليش؟ لانه الابستراكشن بالسيستيك. والبايل ماله؟ والبايل ماله؟ والبايل مجرى مفتوح. شكرا جزيلا. اذا حتى الشخص المرض شو بدك؟ بدي انه يكون عند اوكي هيستوري صح. مزبوط. واثنين شو بدك؟ بدي جود فيزيكال اكزامينيشن. الاولى هاي غطي فيزيكال اكزامينيشن فحصتيها. المهم الحراره, عندها حراره؟ لا ما عندها. الثانيه؟ الثانيه عندها مبلا. عنده حرارة ها؟ كويس؟ كويس. طيب لما عملتي اون اكزامينيشن للمريضة الأولى هاي لقيتي عندها تندرنس؟ لا. لا. أما الأكيوت كوليسيستايتس لما يكون عندك انفلاماتوري بروسس بالبطن شو بكون عنده؟ بيكون عندها تندرنس. شو بنسميه؟ الميرفي ساين. قري شو الميرفي ساين. A test for gallbladder disease acute cholecystitis in which the patient is asked to inhale while the examiner's fingers are hooked under the liver border at the bottom of the rib cage. The inspiration causes the gallbladder to descend onto the fingers, producing pain if the gallbladder is inflamed. واضح الأمور يا شهد؟ واضح. إذا هسا أنت حتى الشخصي مرض كيف الشخصية؟ clinical history and physical examination وبعدين investigation imaging واللاب تيست. عفية. هلأ بالهيستوري هاي عندها intermittent pain, هاي الألم صار constant لأنه في inflammatory process صح؟ صح. هاي ما عندها حرارة, هاي في عندها. وهاي اون اكزامينيشن للابدومين شو لقيت عندها؟ سوفت لاكس ابدومين ما في تندرنس. وهاي هنا في تندرنس اللي هي الميرفي ساين. دقيقه انا بالمحاضره في شيء ضروري. في ضروري شيء. طيب بلاش مناشية خلص هسا برن لك. باي. فيش داعي. باي. باي. هلا معاي؟ معك.
شو بدك تعملي لين فحوصات هذول الثنتين؟ CBC والليفر فانكشن تيست. طيب السي بي سي ليش بدك تعمل السي بي سي؟ يمكن عشان اشوف اذا في وايت بلود سيلز بيكون معناته ليكوسايتوسيس ولا ما عندنا ليكوسايتوسيس. صح صح. مريضه الاكيوت كوليسيستايتس شو عندها؟ في عندها ليكوسايتوسيس. ومريضه البيلياري كوليك ما عندها. احسنتي. طيب ليش بدك تعملي اذا انت مريضه شخصيتها عندها بيلياري كوليك ولا جولستون؟ ليش بدك تعملي لها ليفر فانكشن تيست؟ اسأليني السؤال. ليش إذا مريضة عندها بيليري كوليك أعملها ليفر فانكشن تيست؟ أيوة. كل مريض يا شهد يا ليث يا سماح يا فاطمة يا فارس شخصنا عنده بيليري كوليك أو شخصنا عنده أكيوت كوليسيستايتس لازم نتأكد إنه ما يكون عنده كمان كولودوكوليثياسيس حصوة ساقطة على الكومن بال دكت، وحتى نتأكد باي هيستوري انه تو اكسكلود هيستوري اوف جوندس، وكمان ان نتأكد باللاب تيست عن طريق الليفر فانكشن تيست. فهمان يا ليث؟ فهمان دكتور معك. عيد شو حكينا. هسه ليش بنعمل ليفر فانكشن تيست؟ لحتى نتأكد انه المريض اللي عنده بيلياري كوليك الكوليك نفسها مش مسكر الكومون بايل داكت. لا يعني كل مريض شخصناه عنده بيلياري كوليك او عنده اكيوت كوليسيستايتس لازم ان نتأكد باي هيستوري اند باي انفستيجيشن ما يكون عنده كمان حصوة ساقطة في الكومون بايل داكت واحنا مداريين. فهماني؟ فبنبعث له ليفر فانكشن تيست. معك دكتور. نتأكد انه ما في حصوة ثانية كمان بالكومن بايل داكت. بالضبط. طيب قلنا بدنا نعمل لهذول ايماجينج ستدي مزبوط؟ مزبوط دكتور. شو احسن ايماجينج ستدي ان نعمل له؟ ايكو التراساوند. قول ابدومينال التراساوند. ابدومينال التراساوند. طيب اسمع تقول لك طلع هون هاي المريضة وهذا البروب تاع الالتراساوند شايفه؟ شايفه نعم. في التراسونيك ويف طبعا هاي شرح تفرجينا السكن بعدين الابدومينال وول مصل يعني سكن سبكوتينوس تيشو والمصل وول بعدين نفوت على الليفر ونفوت على الجول بلادر. طلع هون يا ليث هاي طلع الصوره على اليسار يا شباب طلع محل المؤشر البروب فوق هنا سكن سبكوتينوس تيشو مصل وهاي هنا اللي شكلها زي الانجاصة الجول بلادر. معاي ولا مو معاي؟ معك دكتور. إذا واحد جاب لك الصورة هاي بالامتحان شو بتقول لي هاي الصورة؟ نورمال جول بلادر. نورمال جول بلادر التراساوند. ماشي؟ ماشي دكتور. وهاي نورمال جول بلادر التراساوند شايفة؟ شايفة دكتور. لما يكون واحد عنده حصوة ها مثل هاي الحصوة طلع عليها هاي مثلا الحصوة شايفة؟ شايفة دكتور. لما تكون داخل الجول بلادر طلع هون طلع هون إذا البروب فوق هون سكن سبكوتينيوس تيشو أبدومينال وول مصل ليفر وهاي الجول بلادر وفيها فيها راديو اوبيك شادو لما تخبط فيها الاشعه لما تخبط فيها الاشعه ارتدت عملت اكوستيك شادو. فكيف نستدل على وجود الحصوه بواسطه الاكوستيك شادو؟ فهماني؟ فهمانك دكتور. طيب هاي شو هاي يلا قول لي شو هاي الصوره؟ Ultrasound for gallbladder and we see two acoustic shadows. أحسنت. فيها منشوف بها two radio opaque shadow وعامل acoustic shadow. واضح الأمور؟ واضح دكتور. ما
واضحة الأمور يا فاطمة؟ واضحة دكتور. فارس؟ معك دكتور. شو هي يا فارس؟ جولد بلادر. جول بلادر. جول بلادر. شو فيها؟ جول بلادر. شو فيها؟ فيها حصوة. فيها راديو أوبيك شادو. راديو أوبيك شادو. ولما خبطت فيها الأشعة شو عملت؟ أكوستيك شادو. أكوستيك شادو. أكوستيك شادو. إذن هاي المريضتنا وين راحوا؟ هاي مريضتنا. هاي مريضتنا. سماح، هاي المريضة. هاي المريضة لما اجت على الطوارئ عندها intermittent right hypochondrial pain وعندها epigastric pain، سألناها في حرارة قالت لا، سألناها في jaundice قالت لا، عملنا لها abdominal examination ما عندها tenderness، بعدين رحنا عملنا لها فحوصات دم، ودينا لها CBC ما عندها leukocytosis، ودينا لها liver function test to exclude a common bile duct stone، ودينا لها amylase lipase طلع النورمال يعني ما عندنا biliary pancreatitis، عملنا لها abdominal ultrasound طلعت الصورة تاعتها عندها single gall bladder stone. واضحة الأمور يا سماح؟ واضحة دكتور. واضحة؟ واضحة دكتور. أسف على المقاطعة بس كمان دقيقة راح يرد يسكر الميتنج فرد افتح له السلينج. تمام، احنا بجوز ان نوقف لهنا. تمام، ونعيد نكمل معكم، انتم بكمل معكم مره ثانيه ان شاء الله. طيب هون هاي المريضه دخلناها على المستشفى، عملنا انسفليشن للابدومن هاي لابراسكوب، وبعدين هاي صوره المراره حقيقيه، هاي السيستيك داكت، هاي الكومن بايل داكت اللي بتمر تحت الفيرس بارت دودينام، وعملنا ليجيشن للسيستيك ارتر وسيستيك داكت، وحطينا المراره داخل الكيس وطلعناها من البطن. واضحه الامور يا شباب؟ واضحه. بس دكتور كان الكومن بايل داكت منتفخه ولا هيك؟ لا، هاي لعنا صوره مقربه، صوره مقربه. وبعدين الصوره بتكون باللابراسكوب بتكون مكبره كمان.